الله الرحمن الرحيم. نشرح التاسك دي، هي تاسك سهلة إن شاء الله، هنعدي عليها خطوة خطوة على السريع. هي التاسك ببساطة identify all the entities in a query as well the entity type. entity هو شيء يتبحث عنه، يعني الحاجة اللي بتحطها بجوجل عشان تبحث عنها، غالبا ممكن يكون لها صفحة ويكيبيديا. بيكون في التاسك بتاعتنا هنا معظمها أفلام ومسلسلات، هتكون واضحة يعني، أو أسماء ممثلين لاعبين كده يعني. تمام، بيديني كويري وبيطلب مني إن أنا أظلل الـ entity اللي فيه، وبختار التايب بتاعها من بين العواميد دي. يا إما التايب بيكون في خانة بيرسون، والبيرسون ده ممكن يكون ميوزك بيرسون، ميديا بيرسون، ميديا كاركتر، سبورت بيرسون، أذر بيرسون، وهكذا. تمام، ان شاء الله هنمشي هنشرحها، وهيبان بالشرح، هتبان كل هتبان الطلاسم او الحاجات اللي مش فاهمينها. ماشي، فاول عندي هستخدم هنا ايزي لينك عشان تسهل الدنيا، بدل ما افتح كل انا عندي 20 رابط 20 تاب في حوار يعني، فاستخدم ايزي لينك ويعمل سبليت سكرين كده. هكون فاتح الصفحة بتاعت التاسك هنا، والتاب التاني أو النص التاني ده هيكون فيه الرابط السيرش بتاعه. فنبدأ هنا، بسم الله. وانس، هتلاقي وانس ده طلع هو فيلم، وانس هنظلل وانس ونختار موفي تايتل. حاول تضغط على المربع مش على الكلام، هو قال كده في الشرح مش عارف ليه، بس تكون أحسن يعني. اد انتيتي، تمام. Show me Sunny Leon videos. Okay. نشوف. هلاقي Sunny Leon. هي غالبا اسم ميديا بيرسون. زاليجو. تمام. هنلاقي زاليجو ده فيلم. هنظلل زاليجو، هنختار من هنا ايه موفي تايتل، كرييتيف ورك برودكت، موفي تايتل. اوكي، بروجرامر فور دايركت تي في. ناو ده هنا مش محتاج ابحث دايركت تي في ده، وهنختار اذر انتيتي. ان ويش تايم زون از ميشيغان؟ ميشيغان دي ولاية في امريكا، فميشيغان. وهنختار هنا لوكيشن، فيزيكال لوكيشن. ما بالحل الكتير هنفهم الجدول كله هنحفظه يعني، عشان انا اشتغلتها كتير فانا حافظ جدول تقريبا. Michigan Physical Education. Add Entity. Action Point. ما عرفش الايه، ممكن يكون اسم فيلم او مسلسل. Action Point هنلاقيه هنا بالفعل اسم فيلم. تمام، يبقى Action Point. ونظلم Movie Title. Add Entity. Which دي ممكن يكون Movie Title. الويكي هنا تقريبا مش جايب حاجة، فايه هنبقى no entities mentioned in the query which again no entities. extremely bad words episodes. extremely bad words episodes. يبقى هي هتبقى تي في شو، غالبا هتبقى مسلسل. ممكن نلاحظ برضه على السريع، واضح ان هي very bad words. extremely bad words. مش مسلسل. very bad word of product. تمام، هنقول no entities. okay. the justice هن ايه فيلم. ناخد بالنا عشان اذا كانت ذا او ده جزء من اسم الفيلم ولا موفيز، دي من عمرها ما تكون entity. the middle ده هنلاقيها American sitcom، مسلسل، يبقى تي في شو تايتل. كندا ميوزيكلز، هي كندا فيزيكال لوكيشن، بس اشوف الجملة على بعضها ممكن تبقى فيلم او اسم فرقة او حاجة. فكندا فيزيكال لوكيشن. going to the darkest minds. اوكي،
The Darkest Minds، خد بالك ان The Darkest Minds الجزء ده فيلم، فهنظلل عليه ونختار موفي تايتل. اوكي، went up the Rocky Mountains. We went up the Rocky Mountains. Okay. Rocky Mountains. I was in Jennifer. هي شكلها كده أغنية، شكلها كده أغنية، أغنية Rocky Mountains High. بس ده جزء من أغنية وجزء مش واضح. هقول نو انتيتيز. في حاجات كتير بتكون كده يعني، انا احيانا بضل الروكي ماونتينز دي واقول انها سون ان هو سون تايتل، واحيانا لا بقول نو انتيتيز. ايه بات يو بلاي كروتس، كروتس لان كروتس ده موفي، بلاي كروتس موفي تايتل. كان يو جو تو كيت، مش هتبقى مفيهاش انتيتيز في الثاني يعني. كوكو اون نتفليكس ده اسم اصلا فيلم انيميشن، يبقى موفي تايتل. نتفليكس هتبقى اذر انتيتي، وممكن اذر جروب اورجانيزيشن، هي ماشيه معايا اذر انتيتي كويس. تمام، فيديوز اوف فينوم فيرسس امبو ابومينيشن، ابومينيشن هو فيديو بس مش موبي، مش حاجة مشهورة يعني. انا اقول له، مش حاجة من الانتز اللي هنا. You are looking like Peppa Pig. Peppa Pig ده من بحث قبل كده عرفت ان هو اسم مسلسل او مسلسل كرتون يعني، ساعات الايفنينج ايز لينك بتهيس فنفس. هنلاقي بيبا بيج ايبيزود هو مسلسل تي في شو تايتل، ونعمل سبميت. بسم الله، في حاجة ما ظبطهاش. ذا ليجو قلنا ده موفي، ما يرجع برضه ذا ليجو هو جزء من الموفي، بس هو قايل فوق ان هو لو يعني منبه حاجة زي كده في التعليمات ان هو ممكن يكون جزء من اسم الفيلم، فتظلله على ان هو الفيلم ده يعني. وفي طبعا اسماء افلام كتير بيكون فيها اخطاء، ننبه عليها برضو ان احنا نظللها ونحدد التايب بتاعها. تمام، ممكن اعمل ورك تاني بس الفيديو هيتقل اوي. هو طب اعمل ورك على السريع. ويندوز اي بي جريد، اي بي جريد سيرش نو انتيتيز. ذا بروفيت، ذا بروفيت انا بحثت عنها قبل كده، وهي تي في سيرس، تي في تايتل. ماشي، هنقول تي في شو تايتل. بوت ذا ترول اون ناو، ترول ترول ده تقريبا اسئلة بتتكرر كتير جدا جدا. ترول موفي، ماشي ترول ده طلع موفي تايتل. وير از ذا كلوزست موفي تو مي، مفيش انتيتيز. التيميتيا، التيميتيا ميتشن. اوكي، دين ديموند از مفيهاش انتيتيز. When did the internet first came out? No entities play my show. No entities. What movies are playing near me today? Today, tomorrow, day to edit time. أي حاجة لها علاقة بالوقت. 5 minutes, 10 minutes. Resume. Pause. 2 minutes. 2 minutes. Deep edit time. Name of our game. ماشي، مفيش entity. Turn off to love challenge. Turn off to love challenge. Try not to love it challenge.
اوكي ممكن تبقى تي في شو تايتل قصده يعني في خطأ بدل turn off try not show me live observability live observability the movie movie title how much protein is in quarter pounder McDonald's burger. خد بالك برضه تنبه عليها في التعليمات اي حاجه زي كده. ماكدونالدز هي الاس جزء منها بس ايا كان لو في لو هو اسم شخص وفي الابوستروف اس تي بنظللها كجزء من اسم الشخص او اسم الفيلم او اسم المسلسل او ايا كان. ماكدونالدز هنقول اذر جروب اورجانيزيشن. والسؤال ده سؤال تيست سؤال كويز. سينفيلد اعتقد ده اسم المسلسل. اوكي تي في سيريز. الناس اللي متابعه طبعا افلام اجنبي ومسلسلات كتير الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لها. في لينكات في رابط كتير مش هتحتاج انك تفتحها. بلندد ذا شو ذا شو وش يعني هتبقى تي في شو تايتل. تين وولف تقريبا ده مش فاكر موفي ولا لا. تين وولف تي في توب Muppet movie. أنا أقول أنا كنت حاجة زي دي المفروض مفيهاش entity يعني Muppet دي بس أنا مشت معايا كذا مرة اخترتها Muppet وقتها movie title. Limitless ده اسمه movie ل Bradley Cooper and his name double Jessica with hard hair high slayer. Just giving the name, having enough information, push for a while. Wow. Alaykum as-salamu wa rahmatullah.